هذا هو، هذه الفكره اللي حبيت نحيها، لانها القاعده الاساسيه. لما انا مثلا ما نرقدش مليح تكون عندي اضطرابات النوم، لما انا مثلا نشوف سيده او سيد، خاصه السيدات اللي يغسلوا بزاف، خلينا نقول لافيسال، تلقاها تنظف وراها بزاف، عندها وسواس. هذوما الامور لازم كل انسان احنا نحاول نعالجوهم. وما نساوش ايضا دكتور باللي كاين ناس ما يحبوش يروحوا للطبيب العقلي، وكان مانيش مهبول ما نروحلوش، ولا البسيكولوج. هذا هو يعني حبيت انت تفهم شويه المشاهد الكريم ما دور الطب العقلي خاصه في الحياه اليوميه. هي على كل حال كاين فرق بين بسيكولوج النفساني والطبيب العقلي والنفساني اللي هو لو بسيكياتر. على كل حال دورهم متكامل، كل واحد يكمل الاخر باش نوصلوا للصحه العقليه اللي هي